ينطلق أيضا مشاهدينا الكرام شوطنا الحادي عشر في هذه اللحظة، شوط الصعوبة الأول. نزير مع مقدمة الشوط، وناخذ البداية شاهين راشد بن هلال الخيلي، بينما المركز الثاني يتواجد مشاهدينا الكرام والحاضر على المركز الثاني أنا من يتواجد شعار أعتقد محمد بن نابت، شعار حمدان بن محمد بن نابت على المركز الثاني. أما المركز الثالث هناك يتواجد اللي على المركز الثالث القادم شاهين حديد بن سالم المهيري، والمركز الرابع أيضا من يتواجد والحاضر اللي هو هناك بقدوم موفق. ولكن عودتنا إلى المركز الأول، إلى البداية الأولى، إلى الصدارة. يا سلام يا سلام. نعود إلى البداية الأولى، نعود إلى الصدارة، إلى المقدمة، إلى الانفراد، إلى التحدي وسلوك. الله الله يا المعركة، المعركة المقدمة. يا سلام يا سلام على الصدارة الأولى، على مقدمة الشوط. هناك راشد بن هلال الخيلي يقدم حضوره، يقدم تواجده، يقدم لنا مسار هذا الشوط بالمركز الأول، التحدي الأول. تهانينا والناموس لسيد راشد بن هلال الخيلي على فوز شاهين بهذا الشوط. لحظات وصوله المركز الثاني، محسن بن طماطم المركز الثالث لسيد عتيج بن سالم. أما التوقيت الزمني مشاهد الكرام دقيقتين 22 ثانية.